وجودك في القدس وصديق العزيز دكتور الزياني، إنها لسعادة كبيرة أن أراك هنا وسعادة عامرة أن أرحب بك لأول مرة في القدس. والشيخ الخليفة وزير الشؤون الخارجية وديفيد فريدمان سفيرنا العزيز وابن شبات وآشن خيون كبير موظف في إسرائيل. منذ شهرين لقد حققنا تاريخا عظيم في واشنطن، فقد وقعنا اتفاقية إبراهيم. أنا أريد أن أشكر الرئيس ترامب والوزير بومبيو وفريق السلام الخاص بالرئيس ترامب الذي يقود جيرد كوشنر على رؤيتهم الرائعة لإتمام هذه الاتفاقيات العظيمة. 3 اتفاقيات سلام في 6 أسابيع، لا أعتقد أننا يمكن أن نحقق أفضل من هذا. اليوم نحن نحقق وندخل التاريخ مجددا. هذه أول زيارة رسمية من دولة البحرين إلى إسرائيل، وهذه تعتبر خطوة عظيمة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. السلام بين إسرائيل والبحرين بني على أساس التقدير المتبادل والمصالح المشتركة. كإسرائيل، البحرين تحترم هذا المسار و تعانق المستقبل. البحرين صغيرة في الحجم مثل إسرائيل، ولكنها كبيرة في الطموح. البحرين مثل إسرائيل هي قوة اقتصادية نامية وعظيمة. وأود أن أقول أن البحرين لديها غاز طبيعي أيضا، وأقول أن البحرين لديها غاز طبيعي وبترول، ولكنها لا تعتمد على هذه الموارد وحدها. إنها لديها اقتصاد قوي ولديها شركات إلكترونية كبيرة، وأيضا لديها موارد من السياحة. واليوم ما نقوم به الآن هو توسيع لهذا الأمر، لأننا سنقوم بتمكين تدفق الأفراك والإبداع ورواد الأعمال بين إسرائيل والبحرين في كلا الاتجاهين. ونحن نطلق قوة اقتصادية عظيمة وقوة من أجل السلام ومن أجل فائدة شعبينا. ونحن لا نقوم بهذا في المستقبل البعيد، نحن نقوم هذا الآن، ونحن نتحدث الآن، وهذا يحدث بسرعة باهرة. إسرائيل تطير لإسرائيل، والبحرين تطير إلى إسرائيل، والسماء هي حدودنا. وزير الخارجية الزياني، أرجوك بلغ جلالة الملك تهانيني على قيادته. وفي 2018 كانت هناك قمة جمعت بين البحرين وإسرائيل وأمريكا، وجاء بها ممثلين من كل البلدان، وأنا أعتقد أن هذا الاجتماع كان حاسم حينها، وأعتقد أنه كان ثمرة لأشياء عظيمة ستأتي في المستقبل، وكان خطوة هامة في مسارنا من أجل المصالحة والسلام. اليوم نحن نبني جسور السلام التي سيعبر من خلالها العديدين في المستقبل. وزير الخارجية مايك، أنا أشكرك مجددا على دعمك وصداقتك المستمرة، وأنا أيضا أثمن هذه الصداقة، وأريد منك أن تعرب لرئيس ترامب عن خالص امتناني وخالص امتنان أمتنا على كل ما قام به وقامت به إدارته من أجل دولة إسرائيل ومن أجل السلام. إسرائيل والبحرين تواصلوا كثيرا على مدار الأعوام، ولكن بصراحة هذا اليوم ما كان لا يحدث، وما كانت اتفاقية إبراهيم لتوقع بدون دعم الرئيس ترامب الكبير. أنا أرحب بكل الضيوف الكرام من مملكة البحرين ومن الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا على وجودكم معنا في هذه المناسبة العظيمة وفي هذه الخطوة الحاسمة تجاه طريق السلام. مرحبا بكل منكم. وزير الخارجية تفضل.
مساء الخير عليكم جميعا. أنا سعيد جدا بالعودة للقدس. سيادة رئيس الوزراء، شكرا ليس فقط على استضافتنا اليوم ولكن على قيادة أمتك من أجل الانسجام والسلام والتعاون مع كل الجيران في المنطقة. وزير الخارجية الزياني، شكرا جزيلا على وجودك هنا، وشكرا على التزام البحرين من أجل تحقيق السلام والمستقبل الأفضل للمنطقة كلها. أنا أريد أيضا أن أعرب باسم الشعب الأمريكي، أريد أن أعرب عن امتناني لجلالة الملك فالذي أصبح صديق مقرب لي وللولايات المتحدة الأمريكية. كما قال رئيس الوزراء، الثلاث بلدان انضموا سويا، الرئيس ترامب والملك عبد الله قاموا بتوقيع اتفاقية إبراهيم، والآن هناك اتفاقيتان، والآن الولايات المتحدة أضافت وساعدت في تمكين بلد ثالث للانضمام لهذه الاتفاقية، ونتمنى أن ينضم الكثير والكثير. هذه الاتفاقية هامة لعدة أسباب، إنها هامة لكل أنحاء العالم، فهناك العديد من البلدان لا تتوقعوها هي الشاركة بعمل البحرين والإمارات وإسرائيل والتعاون بينهم. هذه الاتفاقية تعتبر فرصة متميزة من أجل التنمية والاقتصاد والتعاون، وهي هذه الاتفاقية أيضا تمنع البلدان المارقة مثل إيران أن تسيطر وتتوغل في المنطقة، وستزيد من عزلتها إلا إذا غيروا مسارهم. وهي أيضا تدعم حرية الأديان، فالمسلمين سيكون لديهم قدرة أن يصلوا للمسجد الأقصى بفضل الرحلات من أبو ظبي ومن المنامة، وأيضا الرحلات من إسرائيل ستصل إلى هاتين البلدين. وهذا يعتبر أيضا خطوة عظيمة من أجل المستقبل، من أجل مستقبل الشرق الأوسط ومن أجل السلام في المنطقة وللعالم. هذه الاتفاقيات البحرين وإسرائيل سيحقق هذه الرؤية من خلال هذه الالتزامات الجديدة. لقد أثبتوا أن من يقول أن الرؤية يمكن أن تتحقق أنهم مخطئون، والولايات المتحدة دائما ترحب بتبادل الزيارات، ونحن نرحب بافتتاح السفارات بين البلدين. نحن سعداء أيضا أن إسرائيل ستكون الآن جزء من النظام الملاحي البحريني، وهذه خطوة رائعة من أجل التطبيع بين البلدين والسفر بين البلدين. كل هذه الإنجازات هي بفضل إخلاص الفرق الدبلوماسية، والتي أعلم أنها عملت عن كد وبجد، وأعلم أن أيضا فرق الوزارات الخارجية عملت عن جد لدعم اتفاقية إبراهيم. أنا أريد أن أشكر وزير الخارجية الزياني على هذه الزيارة الرائعة وعلى هذه الفرصة العظيمة التي وفرها للبلدين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سيادة رئيس الوزراء نتنياهو، سيادة وزير الخارجية بومبيو، مساء الخير. أريد أن أشكركم على تجميعنا هنا وعلى تخصيص وقت لنا خلال جدولكم المزدحم. سيداتي وسادتي، مساء الخير. أنا سعيد جدا أن أكون في هذه الأول زيارة تاريخية لإسرائيل باعتباري وزير خارجية البحرين، وأريد أن أبدأ بالإعراب عن خالص شكري من أجل الترحيب الحار والضيافة التي تلقيتها، وبالأخص من سيادة رئيس الوزراء. فخلال أيضا الثلاث أشهر الماضية كانت هناك رسائل ثقة، ونحن ممتنون جدا لهذا الأمر. اليوم أنا شعرت بتشجيع كبير جدا بعد اجتماعي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية أشكينازي، وأنا أتطلع لاجتماعي اللاحق مع رئيس الوزراء نتنياهو، وأيضا الاجتماع الثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي بومبيو. زيارة الشهر الماضي للبحرين من قبل مستشار الأمن الوطني شبات، النقاشات استمرت وكانت مثمرة وكانت ذو نظرة للمستقبل وكانت ذات مناخ إيجابي وبناء.
نحن بالطبع لدينا شيء نتعاون عليه، ولدي وأنا متفائل بشأن المستقبل. خلال اجتماعي مع رئيس الوزراء رئيس إسرائيل، أنا أعربت عن امتنان جلالة الملك وشعب البحرين وشكرهم لشعب إسرائيل، ونحن نرحب بالتعاون في قضية كوفيد-19، ونحن نوضح أيضا استعدادنا على التعاون في المجال الصحي والتعافي بعد كوفيد-19. أنا والوزير بومبيو ورئيس الوزراء نتنياهو سنتناقش في كيفية تحقيق أهداف اتفاقية إبراهيم، ونحن نبرز امتنان لدولة الولايات المتحدة في تحقيق هذا. أنا ممتن أيضا من أجل كرم الضيافة التي تلقيتها من وزير الخارجية أسكنازي ورئيس دولة إسرائيل، وأيضا الخليفة بن سلمان الخليفة وكلماتهم الرائعة على وفاة الملك الراحل. خلال كل الاجتماعات لقد كان من الواضح أن هناك نية وحرص من كل الأطراف على ضمان أن السلام الذي نسعى إليه سيكون سلام دافئ والذي سيحقق أهداف واضحة لشعوبنا. نحن ننوي أن نركز على جوانب مثل التجارة والاستثمار وريادة الأعمال والسياحة والأعمال المصرفية والصحة والتعليم والتكنولوجيا والتواصل والإبداع، ونحن نتطلع أيضا للتعاون في مجال الطيران بين البحرين وإسرائيل بدءا من 2020. ونحن هناك 14 أسبوع من الرحلات بين البحرين وإسرائيل ستبدأ، وهناك رحلات ستأتي إلى إيلات وحيفا، وسنبدأ بخمس أسابيع للحمولات. وأنا أعلن أن في الأول من ديسمبر نظام الفيزا الإلكترونية سيتم تطبيقه في إسرائيل والبحرين حتى نمكن مواطنينا من السفر بحرية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، نحن سنقوم بفتح سفارتين في البلدين، وهذا سياق أساسي يمكن من خلاله أن نبدأ جسور الاستثمار والسياحة والتبادل الثقافي والمزيد والمزيد الذي يمكن تعزيزه والذي ينتج من جهودنا المشتركة. أنا واثق أن هذا التعاون الجديد بين إسرائيل والبحرين سيمهد الطريق من أجل فجر جديد من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وأنا أيضا أريد أن أركز في كل اجتماعي على فكرة أننا حتى نحقق هذا السلام فإن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يحل، ولذلك أنا أطالب كلا الطرفين أن يعودوا لطاولة المفاوضات حتى يحققوا حل الدولتين، وهذا الذي يطالب به المجتمع الدولي واللجان الدولية أيضا. سيداتي وسادتي، خلال شهرين نحن حققنا تقدم كبير، ونحن بالفعل أعربنا عن رؤية جلالة الملك حتى نحقق استقرار أكثر في المنطقة، وذلك استنادا للحوار والتفاهم المشترك. نحن نحدد الأهداف المتاحة والممكنة ونشكل منطق جديد من أجل السلام في المنطقة. أنا سعيد بهذا التقدم التاريخي، وأنا مقتنع أننا لدينا الفرصة حتى نبني التعاون والسلام والتفاهم والثقة، ليس فقط بين أمتينا ولكن بين كل الأمم الإبراهيمية. بهذا نحن سنحقق السلام والذي سيضمن شرق أوسط سالم وآمن ومزدهر ومستقر من أجل كل شعوبه. أقليمنا يستحق هذا. شكرا لكم. أنا أريد أن أعرب تعازية على رئيس الوزراء الراحل، لقد كان بطل سلام وصديق عزيز لي، ونحن سنفتقد بشدة.
وأريد أن أعرب عن طموحنا ورغبتنا لتحقيق التقدم مع رئيس الوزراء الجديد. نحن مستعدون للمساعدة في كل المجالات. شكرا جزيلا سيادة وزير الخارجية. شكرا سيادة وزير الخارجية. شكرا جزيلا.